موجود. لحظة البفات. اشرح حالي. شو ما قلت اشرح حالك؟ حليب. حليب مين؟ حليب بتنور. هون ليه لبس بافيت؟ لأنه دايما بيجي برا ولا مرة ببلع. شو هو؟ تورناج ما بينبلع. لحظة البفات. ما نقطع حالي. شو ما قلت نقطع حالك؟ زيت بلك. أو غير زيت؟ حليب. لحظة البفات. لأنه بستفرد كل دقيقة. عندي حساسية. على مين؟ على المخرج. المخرج؟ هيدا المخرج؟ ليش الشغل معه؟ لأنه بيجيب فيديو أسيست لذيذ. رولينج. ليه حاطط ضفات؟ لأنه عم نصور. إيه شو عم نصور؟ عم نصور مع هادي. إيه. سرياني. حاطط ضفات. مش ضفات هي. شو؟ ده الكوستيم تبعنا. حزب الصفر. شو بتعمل بهالحزب؟ ناكل بنانا. شو لابسة؟ لابسة بافيت اليوم. شو بنقلها بالانجليزي؟ شو بنقلها بالانجليزي؟ بيب. بيب مش بيب. لحتى بافيت. انه وجع كل عندي لما اشوي حالي بالاكل. تشبع حالك؟ عادة. بالعادة. شو اكثر شيء تشبع حالك؟ انه كل شيء بتاكل بيسكلي. حتى بافيت؟ ايه. ليه؟ انه عملتهم وحلوين وهيك بتناقش حالك. بس شو بتجوا حالك؟ شو ما بتجوا حالك؟ كثير اشياء. مثل في اجوا حالي مي انا عم بشرب، في اجوا حالي خرق انا عم باكل خرق على التصوير. لحظة بافيت. لاني انا بحب النظافة. بونجور. بونجور. لحظة بافيت. لانه بشرشر على حالي بوضة. لحظة بافيت. لانه تبع وصف ختيبي. ليه ما عم توصف ختيبك بهالعمر؟ لا بس انا عندي طرطش كثير. طرطش كثير؟ ايه. اللي بتجمعهم كثير؟ ايه. بونجور. طب عليها شوي على القليل ظبط. هلا بيجي برا بلع بلع. هادي سؤال، ليه عم بيلعب ببزازو؟ يعني عندنا مشكلة هادي ولا؟ لا انه عم يلعب ببزازو، هاي المشكلة.